صديق الإنسان، إزايك؟ عامل إيه؟ أتمنى يا رب تكون بخير. إن شاء الله النهاردة هنحكي حكاية سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأسد. يلا بينا من غير ما نطول في المقدمة ندخل في الدهليز على طول. بس زي ما احنا متعودين، صديق الإنسان قبل الكلام وجب السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيديو جديد من سلسلة أساطير الأسود. في يوم من الأيام خرج الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم في غزوة تبوك، وكان الطريق طويل وصعب، والصحابة تعبوا من طوله وكمان من شيلهم للأمتعة والأسلحة. وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم بص لقيس اللي كان صاحبه وخادمه ومولاه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا قيس أبسط كساءك، بمعنى افرد هدومك يا قيس. بسرعة جدا قيس راح ينفذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو فرحان ومبسوط، وفعلا بسط ثوبه على الأرض. بعدها جه باقي الصحابة وقعدوا يحطوا الأمتعة بتاعتهم وحاجتهم في كساء قيس، زي السيف والرمح والحاجات اللي بيحاربوا بيها الكفار. ولما الكساء اتملى على الآخر رفعوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقيس في لطف ومداعبة: احمل ما أنت إلا سفينة رسول الله. وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم سفينة لأنه كان بيشيل الأمتعة في السفر زي ما بتشيلها السفينة. قيس فرح جدا بالاسم ده وقال: لو حملت في ذلك اليوم أكثر مما يحمله بعير أو بعيران أو خمسة أو ستة ما ثقل علي، وذلك ببركة النبي صلى الله عليه وسلم الذي سماني سفينة. وفعلا بقى بيشيل زي السفينة الحاجات التقيلة ومش بيتعب منها أبدا، وده لأنه سارع في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمان ساعد أصحابه. المهم ان في يوم بقى من الايام ركب سفينة رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة في البحر، لكن فجأة بتغرق السفينة، لكن ربنا سبحانه وتعالى انقذ سفينة صاحب نبيه صلى الله عليه وسلم وتعلق في لوح من الواح السفينة اللي اتكسرت، والموج فعلا بقى بيدفع سفينة ناحية الشاطئ لحد ما وصل فعلا لساحل البحر وطلع للشاطئ بسلام. سفينة قاعد يبص حواليه لقى نفسه وسط غابة فيها شجر واعشاب، وفجأة سمع الصوت ده، وأول ما لف لقى قدامه أسد شرس جاي عليه عاوز ياكله. سفينة إيمانه كان قوي لأنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عارف إن ربنا مش هيضيعه، كمان كان عارف إن الكون الكبير ده كله ملك لربنا وكل المخلوقات في طوعه. وقتها سفينة هو اللي مشي في اتجاه الأسد وكله شجاعة وثقة بربنا، وقال له: يا أبا الحارس، وده كان اسم من أسماء الأسد عند العرب زمان. سفينة قال له: يا أبا الحارس، أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأسد أول ما سمع الجملة دي من سفينة هدي جدا ونزل راسه للأرض وبصبص بديله، يعني حركه شمال ويمين زي الكلب الوفي، وبعدين راح لسفينة رضي الله عنه وبقى بيزقه براسه عشان يطلعه بره الغابة، وكمان بقى بيحرسه طول الطريق وبيوريه ازاي يخرج منها. وبعد ما وصل الأسد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخر الطريق لف راسه وزمجر بصوت واطي كأنه بيودع صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده رجع عشان يدخل في قلب الغابة تاني عشان يشوف أكل تاني ياكله غير سفينة الراجل الصالح اللي بيحب الله ورسوله. وشكر سفينة ربنا انه انقذه من الاسد ورجع من غير ما يصيبه اي مكروه. اهم درس بقى نستفاده انا وانت صديق الانسان من قصة سفينة رضي الله عنه مع الاسد هو اللي قاله ابن عباس رضي الله عنه: نحن قوم خفنا من الله فخوف الله منا المخلوقات، ونحن قوم اطعنا الله فطوع الله لنا المخلوقات. وبكده يكون خلص فيديو النهاردة من سلسلة اساطير الاسود. ان شاء الله استنونا في حلقات جاية اقوى وامتع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.